علمتنا سورة يوسف أن الذين يطمعون في الرفعة على حساب الآخرين بالمكر والخداع لن ينجحوا في مخططاتهم، وسينكشف زيفهم ولو بعد حين. حتى وإن فعلوا فعين الله ترقب ما يحدث. علمتنا سورة يوسف أن نتيجة الظلم مريرة، فالأيدي التي طرحت يوسف في البئر هي نفس الأيدي التي بسطت مستضعفة تطلب منه الصدقة لاحقا. مبدأ في هذه الحياة أنها دوارة، طال الزمن أو قصر سوف يسقى كل ساق بما سقى. لا تيأس من ظلم الناس، فالله عز وجل لا يضيع حق أحد. قد يطول الظالم في ظلمه ويظن أنه نال ما يريد، ولكن بحكمة الله تنكشف الحقائق بالوقت المناسب وترجع لك حقوقك بطريقة ترضيك وتعوضك عما فقدته. فلا تسعى للثأر منه، فليس أحد أقدر على الانتقام من الله سبحانه وتعالى، الذي يعلم ما في القلوب ويجازي كل نفس بما كسبت. فانتقامه سبحانه أشد وأعجب مما تتوقعه.